مساء النور واهلا بكم الى صالون تلفزيون لبنان وبالحكمه ابدا قوس العداله فوق الارض يرفعه صبر المساكين لا عنف السلاطين قوس العداله فوق الارض يرفعه صبر المساكين لا عنف السلاطين وبالمحبه ارحب اهلا بضيفي الممثل صلاح صبح المسمى شكري شكر الله نشكر الله. <applause> اهلا وسهلا فيك يا استاذ صلاح الله يخليك اول شيء انا بشكرك على هالضيافه العظيمه رجعتني لسنه 62 اول ما بلشت بتلفزيون لبنان مع ابو سليم وكانت الذكريات يعني هالتلفزيون هذا له فضل كتير صحيح على الفنانين <تذكر> <صير> اهلا وسهلا فيك انت رمز من رموز اضحاك اللبنانيين رمز من رموز من رموز التسلية رمز من رموز الترفيه لما نقول تسلية وترفيه في بعض الناس بيفكروا انه شيء بسيط وهين الفنون كلها تسلية وترفيه هذا التعريف تبعها لكن من ضمن قالب من الجماليات انت واحد من اصل ستة سبعة بين اللي هن كانوا فرقة ابو سليم وقدرتوا عملتوا على مدى اجيال بنيتوا جمهور جيل ورا جيل وبقيت الاجيال تحبكن وبقيت الاجيال تتذكركن في سر عملكن هيك آه يمكن في سر ورا كل واحد بنكون هلا بدنا نشوف شو السر اللي وراها شكري شكر <سؤال> الله نشكر الله اول شيء اي سنه بلشت مع ابو سليم 62 62 19 شباط 19 شباط لايف على الهواء كان المخرج الله يرحمه جاري قرابتين 19 شباط يمكن تنعرض الحلقه ب 19 شباط ايه منيح فكره حلوه شفت الصوت طيب قل لي الاسم بالاول شكري شكر الله نشكر الله مين عمله هذا انا وخيي، هلا انا تمت ثلاث سنين ساعة يكذبوا عني مسعود أبو عبود أبو كذا اه بعدين انا وخيي باستراليا هو محمد اتفقت على اسم ليعلق لأنه الاسم إله شاكر شكري شكر الله بنشكر الله شي معلوم المحترم آه بعدين هلا علقت شكري شكر الله اه اه هيدي آه. ومشي الاسم هيك طيب فاذا اشتغلت بالاول ثلاث سنين باسامي ثانيه ثانيه شخصيه شو كانت؟ البخيل هو ذاته ولا لا؟ لا البخيل من الاول البخيل حقلك كيف صارت، البخيل فت انا ب 62 مع ابو سليم قال لي جيت بالكاركتر لابس طربوش وتياب ابي لابسهم وعصا وكذا، طلع فيني ابو سليم طلع قال لي لك فوت فهمان هون قهوه بتعيط له مشان يعني يجيب لك ناره ومناره عيطت له فهمان ناره ومناره اجى عيط ايديه كله لايف على الهواء بقى انا عمله كنت بالمدرسه هدول ليش يبارتير لاباتير اتاسون بيو بلي توم بريزون اجكتيف كاليفيكاتيف توم بريزون وعلقت انا وياه وعلق الكراكتر بيني وبين فهمان من وقتها <applause> قصه البخيل انت انت حكيته بالفرنسي دول هو شو بم... رد عليك بالانجليزي ولا بالفرنسي ولا اكيد <applause> هو ايه فهمان ارتجي لي ولا لايف على الهواء ماشي والجاري جرابتين الله يرحمه هلا نحن نرجع نحكي عن كمل لي بس بالاول عن الشخصيه احدى الحلقات بعدين بالسبعينات بضق علي ابو سليم الله يطول عمره كان انسان فنان كبير ما بيخاف بدق علي بده يفوت لعندي فهمان وجميل بدقوا الباب بلا شعوريه معي فنجان قهوه حملت فنجان القهوه وصرت ابرم بالغرفه ابو سليم انتبه علي قول اتركوا اتركوا هذا كان لايف كمان وين بدي احطه وين؟ حطيته وين؟ تحت الكنبيه عم تهرب الفنجان القهوه شم اه. شم ما في ريحه فتحت لهم الباب وبلش هون دور البخيل أوش أنا من هون وبلش ابو سليم يركز على البخيل أه. طبعا الفنان الكوميدي بده يكون عنده ثقافه قبل هلا خلينا هلا بنرجع بنحكي أه. طيب من المعروف عند الشخصيات اللي اشتغلت مع ابو سليم هيدي هالفرقه انه كل واحد كان يطلع بشخصيه قريبه من شخصيته صح يعني فهمان قريبه من هيدي الشخصيه وشخصيته أه شخصيته اكيد اسعد قريبة نفس النتيجة قديش قريب البخل منك لك انت؟ بعيد كل البعد بعيد كل البعد؟ لو كان وليش ركب لك التركيبة اذا ابو سليم؟ لك لا... اي هلا أل... لازم تطالب بعطلة ضرره <applause> اكيد هلا صرت مثل يعني بيتصلوا فيني من كل الدول العربية بيقولوا لي يا اخوي انت أه البخيل عندنا بنسميه شكري البخيلة شكرية صار مثل ايه آه صار مثل ايه لانه البخيل دائما بيبقى شحيح واضح وبفزع انا عملت الشخصيه ثانيه لا البخيل طخين بياكل كل شيء يعني شكلي طعميه سم ببلاش بياكله <applause> البخيل في بخيل احد البخلاء حكولي عنه قصه عزموه بشهر رمضان تفضل تفضل اجي فات لا بتعرف شهر رمضان مشاوي مقالي كبه مشويه الى اخره شام شام قال لهم جيبوا لي تشط جيبوا له تشط بشهر رمضان طلع هيك شبك لا 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 ماشي ما اعطوني شوربه العدس حط شوربه وجاب الريف عم يا عمي لك يا حاج شو خير الله فيه قال لهم ما فيني لك كيف ما فيك البخيل عنده حجه، قال لهم اول شيء اذا بدي اكل من هالاكل بدي اصير اتعود عليه وهذا اكل طيب بصير معدتي بتطلبه وبدي ادفع مصاري. تاني شيء هذا اكل دسم وانا اكل الدسم يعني بصير معي ضرر واذا اكلت اكل الدسم الحجه الثالثه يمكن امرض روح على المستشفى طلعوا فيها قال ليكو انا ما حاكل منهم بس بشرط حاكل شوربه العدس بس بتعطوني من كل صنف بتعبوا لي اياهم بكيس وبيخدهم معي قال بامرك والله اكل شوربه هيدي واقعه إيه. حكوا لي اياها هو هن هالتفاصيل هودي الصغيره اللي علا الى علاقه بشخصيه البخيل هي منك شوي من ابو سليم ايه شوي من الفرقه شوي ولا كيف كيف ركبتها؟ لكن هي شيء سيكولوجي نفسي ايه انا يعني يعني ما لانه ما حدا بيعرفني شكلي بفوت بالشوارع وين ما كان بالقهوه بقعد بياخذ الناحيه وبياخذ لما اخذت فكره هذا البخيل انا كنت مره باحد الدول العربيه لي وحده انه انا اول ما بلشت اسا مني عامل البخيل كانت بت دور بخيل شيء بسيط هيك بتقلي كلمه مثل الشحيح يعني في شح بتقلي انا بكره البخل لانه زوجي بخيل قلت لها لا ما بتعرفني كنت ولد قلت يا اخي هيدي ما بيجيبها هيدي ما بيطعمي وليده هيدي كذا انا بكرهها قمت قلبت الدار كله صرت بعمل شكري بياكل كل شيء وما بيبقى على حوله بشيء بس ما يدفع مصاري، عملت كوميديا. اه برافو. لانه البخيل ما بياكل ما له قلب ياكل بيموت بخاف على حوله. طيب انت شو عمل قبل, قبل 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 التمثيل؟ درست شيء عملت شيء ولا لا؟ انا سنه 1961 قدمت برنامج مع رشاد البيبي. في اثنان ممثلين يوم الارسال بعد ما عملنا برافو هربوا. رجعت طلعت على التلفزيون لبنان والمشرق. رحنا جبنا بنت ما كان في بنات بتنان بال 61 باخرها لك يا عمي لي قلت لي قلت لها اطلعي معي بالسياره ما بنعمل برافا آه ودغري آه آه لايف على الهواء ما في تصوير والله يا سيدي قال لا انا بطلع وحدي قلت لها ها 50 ليره وها 20 ليره ايام الليره وانت اطلعي قال اوكي قلت لها إحنا كنا ناخذ 15 ليره على على والله العظيم والله نقول ابو سمح الله يوجهه الخير ما بعد كان هو المخرج عملوا ديكور وقفنا ما اجيت قال لي كلفنا 3000 ليره الديكور الله معك عندي خي بيعمل مكياج عرف قال لي تعال على ابو سليم ب 62 سبحان الله وكانت لحظة جيت مع ابو سليم ومشيت. امم هيدي البدايه. طيب لما جيت على الفرقه مين كان في بالفرقه؟ كاسعد زكريا عرديتي كوستي أه. كوستي احمد الضابط هدول أه. هن كوستي في فتره غاب سافر او امين مو. امين كمان هني أه. أساس الفرقه هني ايه ولما جيت على الفرقه كان اول من وفيت علي فهمان صاروا له شهرين أه. 62 أه. طيب لما كنتوا تعملوا هالشخصيات تمثلوها كل واحد يشتغل على حاله لكن في شيء كتير كبير كنتوا تعملوه سوا هو الارتجال يعني تفوتوا على اشرح ال... لي هلا انت انه هذا الديكور وعندكم هذا المشهد وهذا المشهد انت فاهمين اه اه انت بدك تطلب منه خمسين ليره هو بده يقول لك بدي شو بدك تعمل حوار على 50 ليره هيك كان يكتب ابو سليم بس وتفوتوا وتعملوا اللي بدكم ولا كان يكتب مشهد كامل؟ يكتب المشهد كامل نحن ناخذ الروح تبعه انا وفهمان اه ايه وبعدين شو بنحكي ما بنعرف كان في توارد أف افكار يعني ما في تصوير كان حتى بالتصوير نفس النتيجه توارد افكار انا كنت واقف مع ابو سليم لقيه تمه عم يتحرك بعد ما نخلص يلي انا كنت عارفك شو بدك تقول وقلت له انا عارف انت شو بدك تقول هالناحية السيكولوجيا من هينة انا شو لانه هال وحدة الحالة اللي بيناتكم ترابط وصلتكم لمرحلة تصير الواحد عارفين التاني شو بده كيف بده يتصرف أو اول شيء الارتجيل بده ثقافة عامة يعني بدك تختلط بالمستوى اللي فوق والوسط واللي تحت لتقدر تعطي طيب انت مثلا شخصيتك كرائب بس انا بما يخصني كيف كنت رائب حس اكثر شخص بيفلت هو فهمان وانا وانت بس أه. خليني اقول لك شغله انت كنت تفلت لكن تضل ضابط حالك بمحل من المحلات فهمان تحسه فقد السيطرة على حاله كأنه ببعض المطارح مش هيك توقف بعض المشاهد بعزة بي... مثلا وانه نقلنا على محل تاني نتيجة هالفورة تبع تبع فهمان خليني احكي شوي عن الارتجال اللي تعلمتوش في محل تعلمتوه بشمال عفوية الفن الكوميدي يعني اليوم أي ما, لا ما في ما في حدا بيقدر يكتب نص كوميدي مية بالمية إلا ما يكون معه فنان كوميدي الفنان هو بيعطي أنا بكتب لك نص هلا بيجوا مثل النكتة تطلع ثقيله على الشخصية بده يكون هو عنده روح الكوميديا يعطي هاي. والروح الكوميديا الساخرة يعني أبو سليم برنامجه ما كان تهريج نحن برنامجنا منه تهريج إيه بس كانوا الممثلين بيهرجوا ببعض المطارح ايه بس نحن انا ما انا بالنسبه لي لا انا كنت اخذ حق على كل تيني. حال التهريج هو مش شغله عاطله يعني فن من, من الفنون أصعب من اصعب ال من اصعب الفنون هو إيه البلياتشو بيقدموه بالسيرك منا قدو نحن بده علم بده معاهد ما حدا يقولوا هذا مهرج كلمه مهرج اكبر منا بكثير مهرج منو هالكلمه ايه تتفقوا يعني مثلا حدا يساعد الثاني بالشخصية حدا يساعد على ضبط الارتجال لأن الارتجال كمان بيوصل لمرحلة بيكسر الحلقة بيكسر المشغل صحيح اقعد انا وفهمي مين كان الميزان مثلا مين كان الميزان عندكم؟ لك شوف اقعد انا يعني, أقعد يعني أقعد. يا المخرج يا ابو سليم مين كان الميزان؟ اتفق مع المخرج أه. ما نقول له لابو سليم وبيعرفها ابو سليم قال له لك نغير بالنص نقلبه ونعمل كذا كذا يقول له. مره احدى الحلقات بالجديد كنا عم نصور رحت انا الصبح قلت له محمود اجى انا كنت ستة ونص سبعة اجي بطرابلس كون بالاستديو البس الكاركتر واقعد قلت له لا محمود لا فهمان قلت له لا من جمعتين صورناه قال لي شو قلت له لا والله احنا ما نحفظ بالبيت بالاستديو نشتغل قال لي عيطنا سمير درويش الله يرحمه بتعرفه قلت له يا استاذ سمير لا هيدي من من جمعتين نحن مصورين اقول ايه والله كيف؟ في استديو اتفقت انا وفهمان نغير من الاول لأ كيف عمل هيك ابو سليم مش منتبه؟ ما انتبه واقف ويتضحك نحن فت فط... انا فتنا بخط كوميدي ساخر له علاقه بالمجتمع له علاقه بالبرطيل بال... كنا نكتب نفلت على المسرح بطريقه انه الناس آه نفس لها همه مم. سياسه التنفيس سيدى انه لا هذا غلط هذا صح فتنا فيهم بطريقه كوميديا ومشي البرنامج وما حدا عارف طب هلا هذا الشيء الاجتماعي يلي كان يتمرق ببعض الحلقات في ناس بيقولوا انه لما فرقه ابو سليم او لما ابو سليم يقول انه نحن كنا نمرق بعض الاشياء الاجتماعيه كانه عم يمزح يعني كان اكثر شيء هو الشيء اللي بيضحك انت حا... تحاولوا تعملوا شخصيات ان إنه, إنه بتضحك هل كان في هدف اجتماعي عندكم يعني كان في براسكم شيء انه بيسوى هذا المجتمع المرأة مثلا هذه القصه هذه الفكره هالكذا الفن رساله ونحن لما اشتغلنا بالفن انا ما اشتغلت لاعمل ثروه او احيانا لأ... يعني ما نطلع اجار الطريق اجت الحلقه ما تطلع اجار الطريق بالزمانات كان عندنا هدف مش اضحاك الناس ضحكها من دمعه عيونها لانه نحن من نفس الطبقه يعني نحن من عندنا قصور نحن صحيح. من الطبقه بس نحن بثقافتنا كنا نفوت مع الكبار مع السياسيين ناخذ ونعطي واللي ناخذه نقلبه بطريقه كوميديه نوجهه للجمهور ينبسط فيه كانك عم عم تديوي الجرح تبعه صحيح هيدي الكوميديا الساخره طيب احكي لي شوي لما قررت انه انت فت وبلشت تشتغل قديش كان صار لك لما قررت تتجوز؟ انا انفهمت لف... لما فت هسه جوازات انا فت ب 62 تزوجت اه. بال 64 بال 64؟ 64 يعني بعد سنتين بعد سنتين شو كان عمرك 17 سنه 18 سنه؟ هيك شيء شيء 20 سنه يمكن جهلت يعني جهله طويله عريضه لا والله غضب غضب من <applause> الله غضب من الله <غضب> <applause> بس الله بعت لي اولاد يعني الحمد لله هن سانديني شو عندك اولاد هلا هلا عندي ثلاث صبيان وثلاث بنات وفي شاب شب عندي بجهاد اسمه قتلوه بامريكا كان بالنروج معه جنسيه نروجية ب 20 اذار بيكون ب 24 بيكون صار له اربع سنين قتلوا بشو بي بأميركا عم يسرقوا له هاي الاتافين بده إيه. عم يقول لهم ما ننزلوا منو منتبه طالع من السوبر ماركت وكان في الكمامه ما لقى الا طق طق ست ضروب فيتو بقلبهم مات كما شو هون بعد سنه سنتين اخر شيء طلعوا 22 و25 سنه حبس راح الغالي هذا كان سا... الاكثريه هو سندي إيه؟ صراحه ويه. كان بالناروج شريطه اكثر من 12 ألف معه سبع لغات كان آ... في... مستلم آ... اوتيل والاوتيل فيه مطاعم تعرف كيف يجوا كل شخصيات سياسيه يلي هو يستقبلها وهو آ... المشرف العام كان لانه السبع لغات معه طيب في حدا منهم اولادك او بعضهم بحب الفنون و... لا الحمد لله لا هذا أب... <applause> ولا... الحمد, الحمد لا. لله ليش انا علمتهم باحسن جامعات وكذا عندي ولد شاب اسمه رضوان بالسعوديه كمان ابدا ما في علم لانه هون بلبنان يعني الأسف ما بدك تكرر تجربتك ما بدي اكرر الشيء اللي صار فينا الفنان ما له احترام بلبنان كل دول العربية له احترامه رؤساء رئيس جمهورية الوزراء الدولة تهتم بالفنانين وين ما بدك بسوريا شوف الفنان قد رافعين قيمته بمصر بكل دول العربية عم نحكي شوف الفنان شو عاملين فيه الا بلبنان لا لبنان ما لهم علاقة فيه مم. وكأنه منه موجود هاي الله يشفيه فيدي ابراهيم حطوا سوق بدون يلموا له مصاري صار ليحكموا شو هالحكي هذا؟ ابو سليم الله يطول عمركم ويطول عمر الرئيس نجيب مئاتي اللي تكفل بمستشفى الرزق بجميع الكلفه 16 يوم قد فكرك كل يوم بده 1200 1500 دولار تكفل فيا دولة الرئيس نجيب مئاتي وحكي معي قال لي شكري بتقول له لابو سليم المستشفى خلاص ما له علاقه فيها صارت عليها شخصيا على نفقه الرئيس مئاتي بس هذا مش لأ... حل هذا ما... حل لابو سليم آه. بس هذا مش حل على مستوى حل. على مستوى الفنانين ما مني. في دا... ما... مع انه تقديمات آه. اللي عم تنعمل اليوم ما بها شيء منيحه يعني هالاشياء اللي عم يقدموها صندوق التعاضد و... ما له دا... قيمة شكل التعاضد 300 ألف بالشهر 300 ألف ليرة دولار ده بيطلعوا 3 دولار مش عم بحكي عنها عم بحكي صندوق التعاضد غير التعويضات التعويض م... هذا السندوق... هو صندوق التعاضد ما له طعمه ما في مصاري عندهم في مصاري هلا هذا موضوع تاني يعني ايه. في مصاري بس انه مش مش كافي ليقدروا يعملوا كل اللي لازم يعملوه هذا هيدا... ما بيقدروا اكثر ما صندوق هيدا... النقد صندوق التعاضد عمل شغله حلوه انه اجا الفنان عم يدفع 50% من عمل لك ضمان مثلا وهيدي كانت نعمل له هذا اللي عم اقوله يعني في أه بس في جانب في جانب مليح بهي القصه بس لا قطعا يا استاذ صلاح البلد خربان من جميع الجهات من ضمن هذه الجهات الواقع الفني خربان اكثر مما خربانه بقيه المؤسسات وحتى ما فيش تقديمات معروفة من 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 30 و 40 سنة محاولات انه يصير في بعض التقديمات هلا هل يعني الى حد ما هذا صندوق التعاضد لانه انا مطلع عليه من جوا كيف كيف بصير الشغل وخينا فريد ابو سعيد ايه. ونعمي بدوي وكل الشباب طيبين جدا طيبين وعم يحاولوا اه ايه. يشتغلوا باذن الله يعني مثلا ايه. على الاقل هذا كيف مثلا نقول للناس كيف انه بس يجي حدا يعمل له حفلة بمليون دولار بيدفع مئة ألف وهو مرتاح الضمير قبل ما يفل هذا هلأ صار بالماضي هذا ما كانش موجود خلينا نروح مع الفاصل الإعلاني بعد منه نكمل الحوار مع شكري شكر الله نشكر الله ايه صلاح كيف في شيء شيء بدك تقوله انت عن الفنان كل دول العالم بس يفوت الفنان اول شيء ممنوع يدخل الا بموافقه من نقابه الفنانين ومن لجنه الضرائب الدوله في ضريبه دمين. لبنان لا حبيبي بفوتوا الفنانين هذا بياخذ 200 الف 300 الف بيعملون وبياخذ زياده بتمشي ما هذا صندوق التعاضد له علاقه بايه له علاقه بالضريبه فناني. اللي بتاخدها بالدوله له نسبه امنا موجوده من بده يعطيك صندوق التعاضد يغطي ما بقى يغطي هيدي مشكله وهيدي مسيسه مع الاسف يعني عندنا بتعرف السياسيين ما لهم علاقه ولا بيهتموا ويمكن يمكن ما بيحضروا الفنان اللي بتعرف من من ال... يعني هلا ذكرت بشغله لما قلت لي انه رئيس ميقاطي هو اللي تكفل بقصه ابو سليم بالمستشفى تذكر لما استشهد رئيس الحريري الله يرحمه كان عم يعزي الياس الرحباني عصام العبد الله الشاعر وطالعين من جوا ف الياس زعلان الياس الرحباني فبيقول له لعصام العبد الله بيقول له راح اللي كنا نحن الفنانين اذا احتجناه بوقت اللي بصير معنا شيء بالمرض المرض يكون حدنا يعني شوفي الفكرة أنه كان الرئيس الحريري بالنسبة لكتير رفيق الحريري بالنسبة لكتير من الناس كان نوع من الإنقاذ لأنه كان مساعد مجموعة صحيح. كبيرة كان عندهم سرطان كان مساعد مجموعة كبيرة من الناس فتصور هلأ رجعت ذكرتي بال... بالموقف اللي عمله الرئيس بياتي فعلاً بس هذا بلدنا بهالشكل يعني شيء شيء هذا حديثه طويل وبصير بده واحد يسب صحيح. بخل... لا ما بدنا <applause> ما بدنا ايه <applause> ما بدنا خلينا نرجع لموضوع التمثيل طيب شي مرة عرض عليك دور مش بخيل ايه اشتغلت وين؟ ايه مسلسلات مسلسل اشتغلت يا واحد يا اثنين يا ثلاثة مش بخيل شخصيتي العادية وين هذا جلبهر ممتاز ايام جو ما بدر رشيد علامه لا 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 بعد بعد كان في الي اضرباشي هلا اه بفرنسا ترى اه اشتغلت معه ومع آه جانفيف عطلة كمان اه الله يرحمه ما بعرف هلا يمكن الي اضرباشي بفرنسا اه وترك ايه اشتغلت بشخصيتي شو اشتغلت بشخصيتي؟ ايه بس منه دار بطولة كمان اه يعني يعني مرتبط تنسى حالك انه بترجع تعمل هي؟ البخيل هي؟ انت عم تعمل الدور بترجع تعمل لا. البخيل <applause> لا لا كان درام دراما ايه اه. هلا انا بشتغل حي الله دور بس اعطيني نص قوي ايه بدك كاتب قوي يعني مع الاسف يعني اليوم نحن عندنا مشكله هون مثلا بقولها بشغل صراحه المخرج بيجي المخرج المخرج بيركز على البطل او بحب هالممثل ما بيركز على الثاني شوف بعض المسلسلات بتلاقي هذا بيعطيه كلوز هديك بيعطيه توتال او ماني هذا ما بيصير بالفن هلا في برامج شوفها انت التركي كلهم ابطال اذا بتشوفوا 600 حلقه ما بتمل منه. ديكور مكياج تياب آه، آه، وبيعرضوا لك آه، الاماكن السياحيه بتركيا يعني ثلاثه بواحد الاتراك عم يعملوا بيعملوا لك التياب والممثلين والموصلات بيعملوا لك الفلل بيعملوا لك السياحه اللي عندهم برافو عليهم يعني عم ي... ب... ب... لبلدهم يعني... يعني الصناعه تلفزيونيه دراميه هي جزء من الصناعه للبلد صناعه ده. اعلاميه لتركيا للبلد بتشوف انت بتشوف الفلان بتشوف مناظر البحر بتشوف الشجر او والله حياه حلوه بتشوف ثياب الفنانات الممثلين مع احناهم. بيفوتوك بفوتوك اكثر شيء على الامكن اللي يلي ببيعوا فيها تياب ولينجيري وبوتيك وتياب اعراس وما اعراس هذا كله مدروس اعلام هذا لانه هلا استقطبوا نسبه كبيره من هاي التجارات هن بال هو شو عم يشتروا في كثير عم يجوا وبيشتروا بتركيا بيوت عم تشوف انت الم... عم تشوف مسلسلات ايه بحضرهم كلهم بدي رايك ده. فيهم بدي رايك قال خليني شيء بالاول م. المسلسلات اللي عم تشتغل بلبنان وعم تكون فيها مشتركه بين سوري وبين لبناني في عليها انتقادات بالفترة الأخيرة إنه مش عم يعطوا الأدوار الأساسية لل... للبنانيين دايماً السوريين قل لي صح ولا لا؟ 100% مية 100% بالمية. مية بالمية صح؟ صح ايه صح شو مية. شو دواها هيدي؟ الفنان إنه هو ياخذ موقف دواها الفنان يعم يعني ياخذ موقف إما أن تكون أو لا تكون بالحياة ايه بس لما بدي اشتغل انا مشان يعطيني ألف و2000 دولار عمره ما اكون بلا باكل خبزه وزيتونه وبخلي راسي مرفوع انا فنان عمري 60 سنه يا بتعطيني حقي بالتصوير وبالقصه او ما تشغلني مني بحاجه لهالفرنكات. طيب مستوى الـ الـ مستوى القصص عم ينحكى كمان كتير بأوساط المثقفين والممثلين وكل هذا الجو انه يا خيي بيعطونا قصص لا بحس الواحد انه هاي بتعنيني انا بمجتمع وليه. انت شو بتشوف فيهم؟ فيه؟ مضبوط ما 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 قيمه يعني هلا جيب جي القصص اكثريتها عم ياخذوا من التركي اكتريتها عم ياخذوا افكار من التركي مع الاسف يعني ما بقى في مثل ما فكرات بس التركي بيمتاز عنا بالانتاج بالممثلين ب... الممثلين, الممثلين. الترك كان بالزمان هون لما يعملوا برنامج آ... آ... تاريخي او كذا يجيبوا صور الفنانين هذا دور آ... خرج هالكاركتر هذا ل... ل... لهالممثل الممثل الممثلين. الاتراك هكذا بيعملوا بيجيبوا الشخصيه ب... هذا خرج نعمله دور مجرم هذا انسان طيب هذا اب هذا ام بيجيبوهم حسب الادوار من ناحيه السيكولوجي تبع شكله شكله الكر هيدي منا موجوده عنا هون عنا مين؟ جيبوا فلان مرقوا لا لا يا حبيبي ما انا ما انا ما كل الادوار فيني شي فيها امم بدك تاخذ السيكولوجي بعيوني بوشتي تعطيني وبشتغل حي الله دار ساعتين شو اخر دور لعبته؟ دور رجل اعمال وكذا يعني شخصيه قيمتني أه أه قديمه ما بعرف قديش صار لك مش فايت على الشغل على التمثيل؟ اخر برنامج عملناه هون حكم وامثال يمكن 2007 و8 وعملت برنامج انا وفهمان بتلفزيون فوق بالتلفزيون الحازميه هذا أه. اخر برنامج انا وياه عملنا 19 حلقه ومات بال 19 هو سنه 2011 صحيح ايه هذا اخر برنامج انا وياه ومن يوم ما عدت مثلت ما في شيء ما في شغل ما في ابدا انت شو بتشتغل بحياتك الثانيه العاديه انا عملي. كنت موظف بالمحكمه ايه هلا صرت متقاعد ايه مقعد ايه لانه المعاش كان 1200 صار 100 100 دولار اه. صار م... مناك متقاعد صرت مقعد صحيح اه هيدي الدوله العظيمه كيف عم تعيش ايامك بهالمرحله هاي انت شوف الحمد, الحمد لله صحيا الحمد لله المهم اول شيء الصحه مستورين بالف خير الحمد إيه؟ لله سترة موجودين ايه ومنا بحاجه الا ل رحمه الله رحمه الله والصحه والعافيه انا اهم شيء عندي بهالعمر انا ب 80 سنه انه الله اعطيني اكثر ما بستاهل قديش عمرك؟ 80 سنه هلا بلشت ب 80 ما شاء الله ايه هلا بلشت ب 8 صار لي اربع اشهر مبلش فيهم مبين <applause> عمرك 60 <ستين> سنه <applause> هيدي نعمه من الله حلو يعني الله. لو معي 10 مليون دولار وما في صحه شو بدي اعمل فيهم؟ ايه صحيح ولا بيرجعوا هيدي نعمه وهيدي الله بيعطيك اياها لما بكون انسان هيك ما اذيت ما ضريت حدا ما سرقت ما شو ما تجرت بعروضه الناس الله شو بيعطيك اياهم بهالعمر هذا صح يعطيك الجائزه الكبرى انت لا تعلم فيها الا الله. الصحه، العافيه، العيله، لما العيله بكون كمان محافظ عليها الناس عباد الله احبهم الي انفعهم لعيالي. هيدي انا ماشي فيها يعني، وانا اهم شيء اني راضي الله وعائلتي. هيدي الجاكيت تبع البخيل مين خياط لك اياها؟ هيدي اجتني هديه من احدهم آه، سنة 1962 هيدي شغل أميركا بيعملوها بالحفلات التنكرية آه. هي والطعم هيدا آه. قماش هيدي, هيدي وزنها 7 8 كيلو اللي شايفها ما فيني أحمله هيدي قماش قديم بينك ايه كل قطعة شكل لك كل قطعة <applause> هلا بدي اروح اعمل تنظيف ايه ما تنضيف نظيفة بس <applause> بدي أرممها طب هلا اذا شلحتها إن. بيضلوا عارفينك الناس انه انت لا ابدا صعب أطلعت بس ببرنامج مع كارلا حداد يا دوب ومشيت اليوم ببيروت كان واحد عرفني والباقي ما عرفوني لا صور لوين ما في مش بي. طب آه. انت شو كنت يعني شو كنت تحط اول شيء برنايت الطاقيه آه الطربوش والعوينات والعوينات اه وحط كرش الكرش. اصطناعي آه. وتياب هؤلاء اللي كانوا يضيعوا الطاس ايه ولما بلشت بالست كنت ولد كنت اعمل مك... اخي يعمل لي مكياج يكبرني بالمكياج اه كان ابيض واسود في حلقه بقلبك مثلا دور ما عملته؟ انا بعد الحالة إلى لسه ما اعطيت اللي عندي ايه؟ عندي افكار كثيره بس بدك انتاج يعني افكار انت فيك تكتبها أنا, انا بعطي أو الفكرة أو لحدا الفكره بس بدك انتاج بدك اهم شيء اليوم التمثيل بتعرف انت اول شيء المنتج بعد المنتج الكاتب جيب القصه بعدين المخرج ثلاثه بعدين بتشوف الممثلين طبعا الانتاج هو اللي بيرفع القصه وهذا القصه بدك شوف هذا بدك جيب له مخرج لهالقصة مش حيالله مخرج اه <applause> وبدك بعدين بينقوا الممثلين على الاصول يعني على الاصول <applause> هذا دور مجرم هذا كذا هذا طيب هيدي كذا هيدي كذا ما بيصير انه جيب انا فنان لنفعه بتحرق القصة منه لا في ادوار كثير بيجيبوا عنا يعني بتلاقي الشخصيه مش لاله هيدي هيدي شعره منو مانا لاله انه يلعب هالدار طب صلاح شو رايك بالبرامج الانتقاديه اللي عم نشوفها على التلفزيون يعني هالبرامج اللي بصيروا يقلدوا ما بعرف ايش اللي ببعض بعض البرامج بصيروا ياخذوا مقاطع منها وتنكيت عليها وكذا انت بتحس يعني في مستوى فيه هنا ولا صار بيسوى انه خلصنا بقى وعمل لكم شيء الخلق غير مقبوله حتى هذا الجيل ما بيقبله اليوم هذا الاجيال المثقفه اليوم عندك هذا التليفون عم يشوفوا كل شيء هيدي البرامج تهريج وما تهريج وكلمة ما بقى تمشي اليوم بيقعد المشاهد بده يشوف مستوى أكثر من اللي عم يشوفه على التليفون عندنا مشكلة كبيرة هيدا ولد صغير عمره عشر سنين عنده ثقافة أكثر من اللي عمره 80 سنة بيفتح على التليفون بيشوف كل شيء هذا كيف بدك تعطيه كيف بدك تتفاهم معه كيف بدك آه 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 ابن بنتي عمره سنتين ونص ايه ما شاء الله علق تحت الطاوله فات تحت الطاوله بحب يدخل شو فات تحت الطاوله علق بده يعيط لامه شو عيط لأ. قال لها يا امي يا امي ساعديني سا سنتين ونص ليش؟ لأنه شايفهم على التلفزيون لأنه شايفهم على التلفزيون حفظوا على التليفون يا أمي يا أمي ساعديني أسعفيني يا أمي ساعديني أسعفيني. على التليفون من التليفون ايه ما هي لك لك أني لما سمعته قلت له لك حمودي منين جايب هالسؤال؟ قالوا لي عن التلفزيون ايه كيف بدك أنت تتفاهم معه؟ صار هو عقله عقله أكبر من عقلنا يعني هو تتفوق علينا لانه هذا كل شيء بقلبه كل شيء بقلبه كيف بدك انت اذا بدك تعمل برنامج له كيف بدك تخليه يحضر هالبرنامج طب هل هل عم يعمل... هل عم يعملوا برامج انتقاديه وتليين و... الدنيا والمحطات كلها بتاخذهم وقال انه محطه انتقاديه طب شو شو فيهم الانتقاد يعني انت كفنان كفنان كوميدي وعندك شخصيتك بتطلع مثلا بتشوف شو ولا شيء ما في شيء حتى البرامج السريه السياسيه ما لها طعمه تنفيذ احكي احكي شو عملت انا ما بيهمني انت شو عطيت انتاج يا سياسي ولا. وشو عملت للبلد شو عملت للبلد آه انا بعمل ك... هيدي سياسه التنفيس هيدي ما يعني تضيع وقت يعني كيف علاقتك بالتلفزيون فينا نعتبر انه مفقوده لا ما انا مفقوده انا جاهز لا مش عم بحكي شغل عم بحكي انه بتتابع تلفزيون ايه بتشوف هيه. تلفزيون كل التلفزيونات شو بتشوف على التلفزيونات؟ آه. اذا السياسه بحضر... مش عجبتك وانت لا قادي مش بحضرون. عجبتك إيه. أذي... اه لو مش عجبينك بتحضرون لا. حتى تعرف الشر بدك الامام علي بتعرف بلدك لوين بيروح ايه لا وبعدين ب... الامام علي عليه السلام بيقول حتى تتقم الشر لازم تعرفه م. ما انت حتى تعرف اي دار شو وين رايحين بالبلد فينا بدك تحضرهم وتسمعهم اه يعني اذا وقفت تعرف شو بدك تحكي هلا بتاخد كلمة من هون بتاخد كلمة بتوصلهم ببعضهم وبتحطهم بالطنجرة بتطبخن بتطبخهم بتعرف وين رايح البلد ايه بس انه بيأسوا ولا ما بيأسوا يعني انا بحسه بسال هذا السؤال لكثير من الناس بقول لك ما بقى لي عندي رغبه انه انا اشوف برامج سياسيه بحسه علق 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 على افكاره وعلى بنروح وقتها بال بيحضروه بيحضروا؟ ايه لانه صار في حتى برامج فيها نوع من التهريج بيتسلوا بده يتسلوا نوع التهريج السياسي الفاصل الاعلاني الاخير ونعود فنكمل الحوار طيب اذا الخيار الك تختار دور وتقول انا بدي مثله اي نوع من الشخصيات؟ انا حبيبي اخذ دار يعني دار رجل سياسي بيلعب عقول الناس بيدمر البلد هو عم يضحك الناس يعني مثل واحد عم ينزل قتل بالواحد بس عم يضحكوا وبيسرق وبينهب بطريقة عفوية وعندي دار حبيب بس له انه واحد بيلعب لعبه مرجل مشرشح تيبو هذا بيضحكوا عليه بالشارع كذا اخر شيء شو بيطلع اكبر حرامي بيسرق البنوك بيسرق هذا ادوار يعني هيدي ادوار مركبه بده يلعب فيها شخصيات الواحد ويتلوى ويتلون ايه شخصيه, آه. 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 آه شخصية سياسيه بحب العبها يعني اليوم شوف السياسي اول شيء عنده دبلوماسيه عنده شو هي الدبلوماسيه؟ انه كذب بس يشوفك حبيب قلبي حياتي انت امرني بعدين شو بيعمل كيف بيعمل بيصنع من الشباب الطيبين بيعمل مجرمين بيعمل مجرمين تعال شادي شو هيدي الشادي شو بتعمل خزقه يا ابني انا ما بدي شهادتك انا بدي اياك شو بقول لك بتنفي شو يعني بقول لك روح اضرب كف فلان بتروح بتضربه يعني بيعملوا انه انسان آه روبوت روبوت او ما بتعيش كنترول. يعني هيدي الشخصيه بحب العبها انه ورجيك انه كيف هالمعترين يضال هالشباب انه كيف انقلبوا من ناس طيبه الى ناس صارت ماموره بالضرب بال شكري قديش خايف من المستقبل ولا شيء شو سبب؟ لا يعني باي جانب ممكن تكون خايفه، في شيء له علاقه بالصحه هذا عند الله. في شيء له علاقه بالرزق، في شيء له علاقه باكثر من يعني المستقبل بالنسبه لحدا عمره 80 سنه بيعمل له اكثر من صوره بصير يبرق له قدامه. انت شو وبصراحه بي... خلينا نحكي، شو شو بيمرق قدامك؟ خوف؟ شوف انا في عندي شغلة أول شيء ما بفكر بعمري ولا بفكر بمرض ولا بفكر باللي جاية أنا لأنه هودي هيدول ومن المستقبل ما بفكر فيه لسبب بهالعمر لأنه منه بإيدي طالما أنا مني قادر أعمل شيء ما عندي هم ولا عندي مشكلة ولذلك يظل أنا كبيتهم نهائيا ما بقى في شيء اسمه عندي مستقبل أي مستقبل هذا انا بهمني مستقبل الاولاد والاحفاد بقى اه فكر بس بولادي باحفادي اه أكتر من هيك ما عندي في بزوجتي بفكر بعد رحيلي زوجتي يكون مامن علي بان ما تمد ايدها لحدا لا لا ولد ولا لحدا هذا عندي بس هذا العام، اما فكر بنفسي ابدا ولا بفكر بنفسي علاقتك باولاد الاولاد بالاحفاد محبه كبيره وانا بقول لك كلمه انا بجيب دواء لمرتي انا احيانا ما بجيب مني قادر بصراحه بقولها ماني قادر انا لا ادفع هون وأنا بتقلي مرتي اخذ دواء بقول لا اخذت بكون انا ماني اخذ يعني العلبه لازم الدواء تقعد معي عشرين يوم تقعد ثلاث اشهر والله اعطيني صحه مني بحاجه للدواء طالما انا الله راضي الله اول شيء وراضي عائلتي راضي زوجتي أه. وما بيهمني وبحب كل الناس حتى يلي ما بيحبني بحبه ما بيهمني انا بيهمني اني انا احب الناس بتحبني ما بتحبني ما عندي مشكل انا مرتاح انه ضميري مرتاح ما وبحب كل الناس لو انا بعرفك انه بتكرهني مثلا ما لا ما عندي اياها بشيء ما انا مشكل ما انا مشكل يعني. ما انا انا انسان بالنهايه بشو هي... بده يكون ماري الواحد بتجارب ليوصل لهاي الحاله؟ انه الله يسامح الناس، دائما بضل يقول الله شوف يعني شو 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 بكون كل... لابد ما في انسان الا وقع بمشاكل، وقع بهم يعني انا قعدت ب يعني انا بطرابلس اذا بقول لك كم مره تدمر بيتي ما بتصدق وارجع عمر الحوادث فوت على كنابل ورصاص ويحترق ويا ريت الدولة اسعفتني يعني كلفني اجار هو قديم من هو هذا اكثر من 20 ألف دولار حطيت فيه كل اخر مرة اكثر من شي 12 13 ألف دولار حطيت فاتت على كنابل هذا تبع الدبابات افتكروا بقلبه الدبابة <applause> من زعلان ولا وبالي ولا صدقني ما بفكر يعني انكسرت كبايه صار ولا عندي اياه يعني بس مش هذا شكري م? مش هذا شكري شكري الحريص الجزا اللي ايه. بيكبّل اللي بيعمل ايه شوف لما الله بده يعطيك شغله اول شيء نعمه النسيان هيدي نعمه النسيان نعمه من الله هيدي اذا واحد بده يتدمر بيكون مثلا مثله حدا روح البيت احترق كذا هيدا هو عم يقتل حوله انا الله أعطيني نعمه النسان كله نسيته بيروح البيت بقول لك بجيب غيره ما عندي اياه دخلك وسط وسط الفنانين قول أنت عشتوا بشبه عائله بس هل وسط الفنانين في هذا الجو اللي عم تحكي عنه انت يلي بيسامحوا بعضهم وإلى اخره ولا لا في في جو ثاني له علاقه بالمنافسه وبالشراسه وبالغضب وبال وبالقهر وبالكومبينات والى اخره ولا لا بل هيك جو ما في لك هو إيه انا ميني معاشر يعني ميني مختلط كثير بين هيك بعمل لك ايه نحن بفرقه ابو سليم ما هالمنافسه اثنين الفنانين بين بعضهم هم ما عندهم منافسه، شو هي المنافسه عندهم؟ المنافسه انه يا سيدي بدي اعيش انا عندي اجار بيت عنده كذا كذا ايه صارت المنافسه انه يشتغل يعني اليوم انا بتصل بعض الفنانين بيقول لي ما عم نشتغل يعني ما بقى همه يشتغل بطل ولا قمبارز بس ناولني يعيش بس مع الاسف ما بقى في منافسه هيدي المنافسة كانت بين الكبار انه انا باخذ وهي بي عادة المنافسة بتصير لما بيكون في شركات انتاج كثير واكثر من عمل موجودين وعم عم ينشغلوا مزبوط مش لما بيكون بالكاد في في عندنا عمل واحد شوف بال بالتمثيل ما في بطل اول ولا بطل ثاني القصة لما بيجي الكاتب بيعمل القصة ويركبها بيصيروا كلهم بما فيه الكومبارس بيصير بطل هيدي هيدي مشكلتنا نحن القصه بس انا لما بدي اعمل ركز مثل اللي هون عنا بلبنان بيركزوا على بطل يا اخي شو بدي اشوف غيره وشو عمل انا كمشاهد ما فيني تركز لي بس على ممثل بدك تركز لي على الك الكادر كله على القصه كلها الام الام الخادمه الخادم كذا صحيح البواب ال 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 المعتر الفقير الكبير الصغير فوت يوم كلهم صلاح بالفترة الأخيرة أو بهالكم سنة الأخيرة درجة مسألة إنه الفنان يعطي رأيه بالسياسي، نحن بنعرف إنه عادة الفنانين بيتقبوا الكلام بالسياسي لأنه جمهور من جميع الفئات وما بدهم يحكوا بالسياسي، عم يحكي عن الرعيل الأول يلي ما تدخل ولا بشكل من الأشكال، هلا الرعيل تاني الشباب في منهم كمان آخذين هذا القرار وقطعاً ما بيطلعوا ولا كلمة منهم بالسياسي، في ناس لا بيعتبروا حقهم انه يحكوا بالسياسه هلا بشوف اذا بيفهموا او ما بيفهموش بالسياسه بس هل انت بالمبدا مع انه الفنان يقول وجهه نظر سياسيه؟ يقول بس ما يكون متطرف لجهه، انا فايت بالسياسه بال... وبعلق كتير بس انا فايت بالسياسه بنقد عام انا ما عندي لا شغله فلان او فليتان او حزب او او شخصيه انا أنتقد بشكل عام الوضع الاجتماعي الوضع الناس اللي عايشه وضع الموظفين وضع الجيش وضع الجيش بعلي عليه اللي عم ياخذ سبعين دولار و دولار الجوعان لا يحمي وطن الجوعان لا يحمي وطن ابدا لازم يفهموها السياسيين هذا الجندي اللي عم تعطوه 100 دولار وتشحدوا له 100 ثانيه عنده أجار بيت عنده مسؤولية عنده أولاد عنده كذا شو مستنيين منه يعني يعمل منه شو بده يعمل قل لي شو بده يعمل الإمام علي كرم الله وجهه عليه السلام شو بيقول لو كان الفقر رجلا لقتلته شو بدك بهالإنسان هذا يلي بده بده يخدم ويروح هون ويعرض حياته للخطر مشان 70 دولار او 100 دولار هذا العسكري هذا نوع من الصرخه الاجتماعيه برافو عليك اللي انت عم تعملها عم بحكي لا بالسياسي انا يعني حدا بحب انه يتدخل بالسياسي وبقول هذا الموقف وهذا الموقف ويقولون. هو يلون اه انا مع... مركز عليهم ومركز انه القاضي ايه هو ما يكون عنده 300 دولار بالشهر ضابط 300 هذا له مستوى يحافظ على عائلته يحافظ على مستواه كقاضي يعني قاضي كلمه بالتم من أربعة ألاف 4000 ألاف دولار الى 300 دولار كيف هيدي؟ كيف كيف بده منا معقوله وهلا اعطوه وخمسين الف لانه ما في مصاري اصلا ما تلوم الدوله ما بقى فيها مصاري ضابط ضابط كلمه بالتم عسكري طيب كانوا بالزمان الجيش ثلاث ايام بالاسبوع ياكل لحم وجاج يعني بالجمعة عنده خمس أيام لحم وجاز وسمك لا بيطعموه مش لأنه جيعان مشان يقدر يحمل البيرودة والطمسة قوية هلأ منها موجودة أجار طريق ما فيه يدفع إذا بده يشرب ماء بده يشتري قنينة مي منه قادر قبل كل شيء قبل كل شيء الدولة تتألف من شعب جيش قضاء شعب جيش قضاء هودي اذا كان ما في مين حطت ايده عليهم رؤساء ومجلس نواب وحكومه ورئاسه تفرط البلد وفرطت الشعب فرط القضاء فرط معلش بقولها بصراحه لانه مش معقول انه قاضي كل يوم ينزل على المحكمه اللي يحط له مليونين ليره وعنده بس كهربة البنية بده بالشهر 200 300 دولار حق ميزوت بدون انه ما يجيب عاملة لبيته ما حنجيب له هذا كله انتهى الجندي يلي بده ينزل بده بيلاقي اذا اذا مرضت مرته منه قادر يخدع حكيم كشفية الدكتور عنه 40 دولار عم يجيبوهم على المستوصف يا حبيبي بس هي عند كل الناس هاي مش بس ما عند... انا عم شوف بالمصر صحيح. عندنا مستوصف العزم محل مني ساكن انا يا عمي والله بيجوا عساكر وموظفين كبار بيقول لي ما... انا مني قادر حكم حالي 40 دولار كيف بدي ادفع 40 دولار للدكتور بيدفعوا هونيك 30000 عند هذا مستوصف العزم اوش اوتي كمان هذا وبياخذوا دواء اذا عندهم دواء بيعطوه اياهم ببلاش. هيدي مصيبه. هو الواحد هلا هذا الموظف بيقول لك هون طيب صار معه حدث لا سمح فات على المستشفى مين بده يدفع له؟ هون المشكله. هنعتبره موظف التعاونيه بتغطي؟ ما بتغطي، انا عملت عين الزرقاء هي والله ما اعطوني. هيدي هيدي عملتها اخر شيء بالتعاونيه 1500 دولار. دفعت منه لمستشفى النيني الملا الملا 1180 دولار بدون الفحوصات ردوا لي المستشفى دافع 90% تجليط كذب كذابين ما دافعوا شيء 1180 بسوريا عين الزرقاء عم يعملوها ب 200 دولار نعيش عم نحكي بصراحه م? يسمعوا المسؤولين وين رايحين ما اعطوني اياها ردوا الوراق تبعين التعاونيه قال ما بيطلع لك اول عين عملناها اعطوني والله كمان ألف كان الدولار شي مية وشوي تعاونيه تعاونيه ايه آه. آه. تعاونيه الدوله اول مره دفعوها ايه قد ايه دفعوها؟ ال 1200 دولار اعطوني اياهم مليون و وسبعين الف ليره وأشتري اشتري فيهم من السوبر ماركت بضاعه <applause> مليون و الف بكيل ألف 1500 لا ما في على 1500 عم بحكي عن الاول ان شاء الله لا ما كان من مده كانوا قد بيطلعوا ال مليون و570 شيء 15 دولار من 1500 دولار شكرا شكرا الله نشكر الله صلاح صبح انا بدي اشكرك على هذه الحلقه الجميله والدسمه اللي قدمنا فيها شخصيتك بكل ما فيها وبكل الاشياء اللي بتتمنيها او بتتمنى انك تقولها وقلتها للمشاهدين اذا في شي كلمه اخيره بتحب تقولها أهلا فيك قبل كل شيء بقول اللهم يحمي لبنان يحمي البلاد, البلاد العربيه كلها الله يحميها وبتاسف اقول الله يساعد أهالي غزه من هالجرائم اللي لم توصف بالتاريخ ولا تندهي ما في حدا شيء بيقطع القلب بدنا رحمة الله تتطلع بعباده بكفي بس أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل باي